مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل النشاط المحلية المستهل من ولاية جيج لوا في إطار تنمية المناطق النائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. شهدت منطقة بوزنة بأعالي بلدية بوسيف أولاد عسكر شهدت عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعية، فيما تم فتح مكتب بريدي بمنطقة المنازل. عبد الرحيم شمعوني. بهدف تسهيل الحياة اليومية لسكان منطقة بوزنة بأعالي بلدية ولاد عسكر بولاية جيجل، استفادت أزيد من 90 عائلة من عملية الربط بشبكة الغاز الطبيعي، وهذا بعد معاناتهم لسنوات. هذه المنطقة هذه راها عانت الويلات في أيام الشتاء القاسية مع قارورة الغاز. الآن الحمد لله وراه كل بيت إن شاء الله راه فيه الغاز المدينة. بقات بعض الانشغالات ان شاء الله هكذا كانشغالين. الانشغال الاول هو خاص بالطريق، هذا طريق بوزنة تمايلت مرورا بتزمرت وتجمع مدرسي. كنا يعني نعاني من معاناه كبيره، واليوم الحمد لله بفضل الدوله الجزائريه وبفضل الرجال الواقفون، والحمد لله اليوم رانا في نعمه، راهو الغاز الماء التريسيتي رانا الحمد ربي. استفادت 92 عائله من الغاز الطبيعي بشبكه طولها مندزة 6.5 كيلومتر وبقيمة مالية مليار و200 سنتيم. للإشارة فإن بلدية ولاد عسكر استفادت من 9 عمليات بقيمة مالية إجمالية 23 مليار سنتيم، ونزلت منها 108 كيلومتر من الشبكة، وهذا لتصل نسبة التغطية على كل مناطقها 100%. ولتقريب الخدمات البريدية لساكنة هذه المنطقة التاريخية، تمت عملية تهيئة وعصرنة هذا المكتب البريدي لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف. عندنا شحال وحنا نستناو في هذا المكتب تاع البريد، والحمد لله اليوم مفتح، وإن شاء الله إن شاء الله فيها خير. كنا تنروحوا للبلاد، نروحوا لغدير الكبش، نروحوا لثلاثة باه نخلصوا. سينو ما خلصوش. المكتب كان مغلق، يعني مغلق لأسباب أمنية، لكن أعيد فتح في إطار تحسين الكثافة البريدية وكذلك في إطار توجه الدولة الجزائرية للخدمة الجوارية. هناك عدة يعني مكاتب بريدية فتحناها يعني في 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 بداية سنة 2023، كذلك هناك مشاريع أخرى اللي راح بربي إن شاء الله تفتح نهاية السنة. هي مشاريع ستسهم في فك العزلة عن هذه المنطقة النائية ودفع عجلة التنمية بها. تلبية لحاجيات الساكنة خاصة بالمناطق النائية، تضاعف السلطات المحلية لولاية الشلف الجهود لتجسيد المشاريع التنموية بعديد البلديات والعينة من دائرة أولاد فارس، حيث استفادت من عدة مشاريع مست عدة قطاعات حيوية. كريمة نشمت. كإجراء استعجالي ضمن ورقة عمل استدراكية للمؤسسات التربوية بدائرة ولاد فارس، هياكل تربوية جديدة استلمت. الحمد لله ربي لقينا كاع المتطلبات تاع التدريس هنايا، وفروا لنا الخزانات، الصبورات، زعما الوسائل التدفئة، الوسائل اللي ندرسوا بهم. عندنا مدرسة جديدة، يفطرونا مليح. تدفئة داروا لكم؟ واه يديروا لنا فطور مليح. ايه كل جديد. ايه واخرى طور الانجاز. ولاد فارس استلمنا مجمع مدرسي بالاضافه للمتوسطات والثانويات، تم تزويد كل المدارس الابتدائيه بالغاز الطبيعي، ونفس الشيء كل المدارس مزوده بالغاز الطبيعي او غاز البروبان، وقضينا على التدفئه المازوتيه بنسبه 100%. باش يكون المؤسسه كامله درنا هذه لاميناجمون، فيها قضينا كاع التربه اللي كانت لهنايا، رجعت كامل راهي كما كتشوفي راهي كامل بيطون امبريمي، ودرنا لهم اسباس فير. نصيب من الحركية لقطاع الموارد المائية بالمنطقة عبر بلدياتها، بين مشاريع تمديد للمجمع الرئيسي للصرف الصحي ببلدية ولاد فارس مركز، إلى أشغال إنجاز محطة تصفية للمياه المستعملة بمنطقة الدقاقشة ببلدية الشطية، فحركية إنجاز شبكة للتوزيع للمياه الصالحة للشرب ببلدية الأبيض مجاجة، تلبية لحاجة ساكنتها الملحة منذ سنوات. اليوم راهي كاينة أشغال الحمد لله، رانا مع الأشغال تاع المياه الصالحة للشرب،
عندنا مشاريع جزئيه متمثله في غاز المدينه اللي حابس من 2020. خدمتين بارتي بقات لا دوزيام بارتي، لا دوزيام بارتي سي الوالي درنا لها ليتيود نتاعها وكلش. رانا نستناو في الغلاف المدني. طلبنا اقترحنا 1500 متر طولي نتاع الابار في سنه 2024، ونتمناو ان شاء الله من هذه العمليه هذه اللي مقترحه تتجسد وندير لهم ابار جديده. المياه موجوده في المنطقه هذه كاينه. خلاص كاين نفكروا في الحل هذا احسن. نعطيها أولوية الرئيس، حفر المياه هي الأولوية. وعلى نفس النهج وضمن مساعي ترقية الحياة اليومية للمواطن، مشاريع سكنية هامة استفادت منها الدائرة، شملت صيغ السكنات الترقوية المدعمة ومساكن العمومية الإيجارية بجودة تشييد مدروسة متقنة، بما يعزز صورة موحدة لوجه لائق لمدن ولاية شلف على غرار دائرة ولاد فارس. وبمناسبة اليوم الوطني للشجرة المصادف للخامس والعشرين أكتوبر، نظمت ولاية قسنطينة بمشاركة مختلف الفاعلين حملة تشجير واسعة بغرس 4500 شجيرة بأعالي غابة جبل الوحش قصد تدعيم الغطاء النباتي. زكريا تهامي. قصد تدعيم الغطاء النباتي والحفاظ على النظام الإيكولوجي، حملة تشجير واسعة بمنطقة عيون الدرياس بأعالي منطقة جبل الوحش، وهذا للأهمية التي تلعبها الغابة في مقاومة التغير المناخي وانجراف التربة والحد من الاحتباس الحراري. اليوم رانا نعمل نقوموا بعملية، العملية غرس 4500 شجرة، منها الزيتون وصنوبر حلبي وصنوبر ثمري، إضافة إلى أشجار الصرو. وهذه المنطقة يعني متواجدين فيها يعني منطقة يعني ملائمة جدا لهذا الأصناف يعني اللي نغرسوها، وإن شاء الله تكون يعني دائما ديمومة يعني وسيرورة في هذا العمل. أبهى صور المواطنة رسمها مختلف الفاعلين بمشاركتهم في هذه الحملة. كل في تضافر جهود كبيرة من أجل ماذا؟ من أجل غرس هذه الأشجار التي هي في دورها تلعب دورا كبيرا في التوازن البيئي. والشجره هذه تكون يصلوا فيها، معناتها نغرسناها تتواصل العمليه ان شاء الله في كل الاماكن. رانا نطوعوا من اجل جزائر خضراء، اليد في اليد باش تكون الجزائر خضراء ونستفادوا منها كامل. وهذه المنطقه كما تشوفوا فيها راهي ديجا عدت عليها الحرائق، لهذا رانا نحاولوا انها نعاودوا نغرسوا فيها باش تزيد تعاود الغابه كما كانت ان شاء الله. جدير بالذكر أن محافظة الغابات لولاية قسنطينة سطرت برنامجا لغرس أزيد من 600 هكتار بالأشجار إلى غاية سنة 2025. وبمشاركة واسعة من السلطات المحلية المدنية والعسكرية وجمعيات بيئية وطلبة، تم بولاية غردايا إحياء اليوم الوطني للشجرة بغرس 260 شجرة بصفة رمزية بمنطقة النمرات بالطريق الوطني رقم 1، فيما سيتم غرس 1000 شجرة عبر تراب الولاية، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتجديد الفضاءات الغابية. المزيد مع أمين شقبقب. الجميع كان مجندا لغرس شجيرات من مختلف الأنواع، مبادرة تهدف إلى تكثيف الغطاء النباتي في المنطقة وإشراك جميع الفاعلين في هذه العملية. التشجيع تاع التشجير يكون في المدرسة، كما أنا درك راني نشجر في المدارس، الكثرة المدارس، وأني بديت إن شاء الله هذه الخضرة في المساجد، بالتشجير، بالبيئة، بالنظافة، بالكلام الزين وتمشي. الكشافة دائما مستعدة في كل وقت لهذا اليوم الوطني للشجرة. الكشافة هي عندها مبادئ كبيرة لغرس الشجرة والمحافظة، يوجد البند في الكشافة، الكشاف يحافظ على النبات. أرجو من جميع المواطنين أن يحافظوا على الشجرة، فهي رئة الحياة، ومن خلال الاعلام نظم الاعلام هو اللي يقدر يوعي هاد المواطنين باش يحافظوا على الشجره يعتنوا بها. ولان المحيط صحراوي والاشجار بحاجه الى عنايه خاصه، كان لزاما البحث عن سبل للسقي المستمر والفعال طوال السنه وبالخصوص فتره الصيف. الشركه سوناتراك كان الاتصال بها، وعدونا بصفه رسميه كتابيا انهم راح يديروا لنا انفراج
في هذه المنطقة يخصص للسقي، وبهذا إن شاء الله نحلوا هذا الإشكال اللي راه مطروح متاع غرس وخليه يموت. إن شاء الله نغرسوا ونحرصوا باش يحياوا ويكونوا في متناول كل متفقي الطريق الوطني وكل ساكني هذه الولاية. هي مناسبة لتزيين المحيط وغرس مزيد من الأشجار والنخيل، وكذا غرس ثقافة بيئية لدى الناشئة للعيش في وسط مخضر وجميل. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع معنا أمين شقبقب من ولاية غلداية. إذن اليوم الوطني للشجرة تم إحياؤه هنا بولاية غردايا بتنظيم حملة واسعة لغرس الأشجار بمشاركة السلطات المحلية مدنية وعسكرية، إضافة إلى عدة جمعيات مهتمة بالبيئة. للحديث عن هذا الحدث يحضر معي الآن السيد الأفضل محمد صالح وهو محافظ الغابات لولاية غردايا. أهلا بك سيدي وشكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا لكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشجرة الذي يصادف 25 أكتوبر من كل سنة، تحت شعار خطوة لمناخ أفضل وغد أخضر مستقبل أخضر، قامت محافظة الغابات لولاية غردايا مع السلطات المحلية والمدنية والعسكرية، قامت بغرس اليوم في هذا الموضع على لاروت ناسيونال اون 260 شجرة رمزية كانطلاقة هذا الأخر. وعندنا في هذا اليوم على كل تراب الولائي نغرسوا إن شاء الله 1000 شجرة في مختلف ليزيتابليسمون سكولير والمؤسسات. وبالنسبة يتمال من 25 حتى المارس إن شاء الله عندنا نتمنى نوصلوا إن شاء الله ل 20,000 شجرة. ممتاز. حين نتحدث عن التشجير ونحن في بيئة صحراوية نتحدث عن مشكل السقي، هل هناك ربما تدابير متخذة من أجل متابعة والحفاظ على هذه الأشجار التي تم غرسها؟ نعم، هناك تدابير وين يتم السلطات المحلية وعلى رأسها سيد الوالي قام بتسخير فراج عميق يتم بئر ارتوازي عميق وين تخدموا إن شاء الله الشركة الوطنية سوناتراك اللي تقربت باش دير فراج هنا ونديروا به السقي ونديروا به ثاني الزيتون هذا لابوند فيرت نتاع الزيتون هذا. شر ان شاء الله، يعني المناسبه هي لتمرير رسائل للناشئه للكشافه للجمعيات البيئيه من اجل المساهمه في هذه الحمله على طول السنه للحفاظ على البيئه واخضرار المحيط. ان شاء الله درك اليوم كي جمعنا الجمعيات وجمعنا نتاع التكوين التلاميذ نتاع التكوين في هذا الاطار باش يتم نباسيو لهم الميساج باللي اولدي لازم نحافظوا على هذه البيئه سورتو في المناطق الصحراويه وين لازم نحافظوا على الشجره هي المستقبل نتاع كيما راه شعار نحو مناخ افضل ومستقبل اخضر. الشعار نتاع اليوم يتم راه ريجيما كلش لازم علينا نحافظوا على الساكنه وعلى المواطنين وعلى الاخر نحافظوا على الاشجار هذه سورتو في البيئه الصحراويه وين الشجره تعود تسمى موروث طبيعي هام جدا. بارك الله فيك، نشكرك على حضورك معنا وعلى كل هذه المعلومات. بارك الله فيك. إذن كنا هنا من ولاية غردايا تحدثنا عن هذه الحملة للتشجير وعن مساهمة كافة الشركاء من أجل محيط نظيف مخضر وجميل. شكرا لك أمين على كل هذه التفاصيل. ترقية نشاط المجتمع المدني بكل أطيافه وإشراكه ضمن الآلية الجديدة لمكافحة كل أنواع الفساد وإنساء ثقافة التبليغ بكل شفافية وتكريسها على أرض الواقع من بين الآليات التي من شأنها السماح بتعزيز دور المجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة. والعينة من ولاية المنيعة مع نائلة حليفة. نحو بلد خال من الفساد لا بد أن تكون هناك مساهمة فعالة من طرف المجتمع المدني بكل أطرافه.
فعلا تشاركية، حيث أنه كان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب، المرصد الوطني، الحركة الجمعوية، المجتمع المدني وكل المديريات على مستوى ولاية المناعة. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن فعلا من هنا تبدأ التشاركية. احنا نشارك في مكافحة الفساد، وإن شاء الله تكون الولاية نتاعنا تكون بريئة من هذا الوشي، كلهم نكونوا كاع في صف واحد، والشباب تكون ناشطة وتكون واعية. إنشاء منصة رقمية وطنية هدفها التبليغ عن الفساد ومكافحته مع التشاركية الديمقراطية بين المواطنين وإبراز الشفافية هي مبادرة ثمنها المجتمع المدني بولاية المنيعة. أكيد هناك شفافية، شفافية كبيرة، يعني رأيت تأخذها الدولة في إطار مكافحة الفساد، يعني نشوفوها بشتى المجالات وفي شتى كما نقولوا الطرق. الرسالة راهي توصل مادام تسمى ولات عندك حرية المواطن الشاب الوسميت وسيرته، احنا من هنا في الصحراء ولات الكلمة نتاعنا توصل ولات ديريكت الحمد لله. نحتاج لهذه التشاركية اللي تكون قريبة بين المواطن والإدارة، أو ما يسمى تقريب الإدارة من المواطن، والمواطن يكون جزء من هذاك المجتمع في مكافحة الفساد. نشوفوا باللي المجتمع المدني حاليا في الوقت الحالي يلعب دور كبير من حيث يعطي الآراء والاقتراحات اللي وصلها للمسؤولين واللي أخذها من عمق الشارع المناعي. غاية المواطن هو العيش الكريم وحياة يسودها الأمن والأمان. ختام النشرة المحلية، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.